ومن الأكلات الشعبية البغدادية التشريب أو الثريد، كما يعرف باللغة العربية الفصحى والعامية. كذلك وهو أيضاً غذاء أصحاب المهن الذين يقومون بجهد بدني كبير، وطبخه متنوع، ولكنه يتشابه من حيث الأساس، وهو وجود الخبز البغدادي، حيث يقطع الخبز إلى قطع صغيرة ثم يوضع فوقها ماء التشريب وقطعة من اللحم. أما أكلة القوزي الذي غالباً ما يحضر في المناسبات، فهي تحضر عادة باستخدام لحم الغنم، والأكلة تتكون من الرز وعليه قليل من الكشمش واللوز والبصل المقلي مع قطعة لحم غنم كبيرة، ويقدم معها صحن من المرق الأحمر.